في حالة من الترقب والتخبط بتسود السوق السوداء لسعر الصرف في الساعات الأخيرة انتظارا لمعرفة أهم قرار مصيري في 2024، وكل المضاربين وتجار العملة دخلوا جحورهم بعد الضربات الأمنية القومية. فيا ترى ايه اللي بيحصل في الكواليس، وليه القرار المنتظر ممكن يغير المعادلة في السوق السوداء للدولار؟ بانكير، نبض البنوك. في شبه استقرار في تداولات السوق السوداء للدولار في مصر خلال تعاملات الساعات الأخيرة، وده وسط ترقب الأسواق للكشف عن نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، وده بشأن المراجعات المؤجلة وزيادة التمويلات المقدمة لمصر بالتزامن مع تسريبات قوية وشبه مؤكدة عن التوصل لاتفاق نهائي بزيادة قيمة التمويل من 3 مليار لما بين 10 و 12 مليار دولار. وتتركز المناقشات مع صندوق النقد على المراجعة الأولى والتانية، واللي تم تأجيلها للاتفاق الحالي اللي تم التواصل ليه من أكتر من سنة، وبتغطي المناقشات بين الحكومة ومسؤولي الصندوق الإصلاحات اللي بتحتاج مصر تفعيلها، واللي بتشمل تجديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف. وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات من نهاية الربع الأول من 2022، ومن المتوقع نطاق واسع حدوث خطوة تانية مماثلة في الربع الأول من 2024. وحاليا مصر في مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد بشأن زيادة التمويل اللي ممكن يجلب شركاء جدد، ده إلى جانب تأمين تمويلات إضافية ممكن تصل ل 12 مليار دولار. بس كل ده وفقا لخبراء اقتصاديين متوقف على تخفيف مصر القيود على الجنيه، ومتوقع مع تخفيض قيمة الجنيه سد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر العملة الأمريكية في السوق السوداء. ومعظم التوقعات وتقارير مؤسسات التمويل الدولية بتقول إن سعر الدولار في القطاع المصرفي ممكن يوصل من 40 جنيه ل 45 جنيه. وكان الرئيس السيسي وجه بصرف أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية في مصر بقيمة 180 مليار جنيه مصري، ويتم تنفيذها اعتبارا من الشهر اللي جاي، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل ل 6000 جنيه شهريا. وناس كتير وفقا للسيناريوهات السابقة قالوا إن الزيادات الجديدة مقدمة لتعويم الجنيه للمرة الرابعة في أقل من سنتين، لكن مصادر رسمية ردت على الكلام ده وقالت إن الحزمة الاجتماعية الجديدة ملهاش أي علاقة بسعر الصرف. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.